بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أقدم شكري وتقديري للمسلمين والمنظمين لهذه الدورة رجالا ونساء على حسن ضيافتهم وكرم أخلاقهم، راجية من الله العظيم لهم حسن الجزاء جعله الله في ميزان أعمالهم. في البداية حبيت أني أقدم للوثائق لأنها من أهم أوعية المعلومات التي يحتاج الباحث إلى الرجوع إليها واستخدامها في تناوله وأحداث الماضي. إنما للأسف الوثائق مصطلح شاع استخدامه ولم يحدد معناه، وأصبح يطلق على أي شيء يحوي معلومات وبيانات وحقائق. لكن حدد المؤرخين تعريف لمصطلح الوثائق بحيث يشمل كل الأوراق التي تسجل حياتنا القومية والتراث الماضي. في البداية أحببت أن أقدم بهذا التعريف نظرا لأهمية كثرة تعريف الوثائق التي لم تفرق بين النوعين، الوثائق الأرشيفية والوثائق التاريخية. في الورقة هذه أحببت أن أقدم بالبداية نبذة بسيطة تعريفية بالمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. تأسس المركز ليكون هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية في عام 1983 بهدف تشجيع البحوث والدراسات الإسلامية والإنسانية عن طريق دعم حركة البحث العلمي وتطويره وفي سبيل تحقيق أهداف المركز. عني المركز بجلب أوعية المعلومات وفي مقدمتها المصادر الأولية للباحثين والدارسين، وتم جمع الوثائق التي تتعلق بتاريخ المملكة والعالم العربي والإسلامي. بداية سأقدم تعريفا بالمجموعات الوثائقية المحفوظة في المركز نظرا لضيق الوقت. المجموعات هناك مجموعة الملك فيصل وتغطي الفترة الزمنية من عام 1322 هجرية إلى عام 1385، عددها 230 وثيقة. تحوي مجموعة من الصور يبلغ عددها 9 صور و15 برقية، وهناك وثيقة وقف مؤرخة عام 1374 هجرية. وثائق وزارة المالية وتغطي الفترة الزمنية من عام 1347 إلى 1384، يبلغ عددها 11856 وثيقة، من بينها 29 سجلا و21 وثيقة مفردة بشكل مفرد. عندما أقول وثيقة مفردة القصد أن لها ليس لها علاقة في المجموعة المتكاملة الأرشيفية، وعندما نذكر مجموعة متكاملة أرشيفية نوضح هنا ما هي المتكاملة الأرشيفية. هي عبارة عن مجموعة من الملفات التي لها علاقة بموضوع واحد. هناك مجموعة وثائق محب الدين الخطيب وعبد الفتاح قتلان تغطي الفترة الزمنية من عام 1335 إلى 1342 هجرية، وهي جميع وثائق أصول، عددها 336 وثيقة أصلية، من بينها 15 وثيقة بالتركية ووثيقة بالإنجليزية، وسجل كامل كتب فيه عدد صناديق الكتب المطبوعة وأسعارها المرسلة والموزعة على مكتبات العالم الإسلامي. هناك مجموعة أسعد داغر وتغطي الفترة من عام 1926 ميلادية إلى عام 1953 ميلادية، وهناك مجموعة من الوثائق تغطي عام 1345 هجرية، وهناك مجموعة أخرى تغطي من عام 1372 إلى 1377. تحوي هذه المجموعة مذكرات بخط أسعد داغر، وتحوي وثائق باللغة الإنجليزية، ومجموعة من المقالات ومسودات للمقالات التي كتبها أسعد داغر ونشرت في جريدة الأهرام، منها الأحوال العربية ومقال عن ليبيا بالمزاد. وتحوي أيضا هذه المجموعة مجموعة من البرقيات، منها برقيات بالفرنسية و12 برقية باللغة العربية، ومجموعة من قصاصات لجرائد وصحف مختلفة، منها صوت الشعب والقبل وجريدة الجامعة الإسلامية وجريدة العرب، وهناك مذكرة متكاملة بالحالة الفلسطينية كتبت باللغة الفرنسية. مجموعة خير الدين زركلي مؤرخة، المجموعات الأصلية عندما أتحدث عن التأريخ فأنا أؤرخ للمجموعات الأصلية، من عام 1928 إلى 1968
هناك أيضا مجموعات متفرقة تغطي من عام 1350 إلى 1387، عددها 65 وثيقة أصلية، من بينها 14 برقية باللغة العربية، مجموعة نبيه العظمة، وتغطي من عام 1927 إلى عام 1956، وعددها الوثائق الأصول بينها 37 وثيقة، مجموعة حسين العويني، وتغطي من عام 1357 هجرية إلى عام 1386 هجرية، وعددها الأصول 88 وثيقة أصلية، من بينها مجموعة من البرقيات يبلغ عددها 8 برقيات، ومجموعة من سندات لقبض بأموال مختلفة مرسلة من وزارة الخارجية. سندات القبض منها ما هو كتب باللغة الإنجليزية والبقية باللغة العربية، مجموعة الشيخ عبد الله بن عمر بن سليم، وتغطي الفترة من عام 1368 إلى 1405، مجموعة الأصول منها 94 وثيقة أصلية، وتحوي هذه المجموعة مذكرات إضافة إلى وثيقة وقف للشيخ الوقف بالكتب، و13 برقية متفرقة، مجموعة شقرة وهي تتعلق بمنطقة شقرة، تغطي الفترة من 1364 إلى 1375، وعددها 192 وثيقة، من بينها وثيقة وقف في ينبع، والمجموعات النادرة في وثائق المحفوظة في قاعة المخطوطات بمركز الملك مركز الملك فيصل، هي مجموعة خاصة بشراء العبيد، مجموعة من وثائق العبيد كتبت بخط مختلف وبلغة غير مفهومة، إنما الكتابة كانت بخط الثلث، تحوي مجموعة من الصكوك ومجموعة من الأوقاف. هناك مجموعة وثائق متفرقة، أقدم هذه الوثائق وهي جميعها أصول، تعود إلى القرن الخامس الهجري، وتحوي مجموعة من القصائص لجرائد مختلفة، منها المقطم ومنها المرشد، وتحوي مجموعة من الدفاتر الأصلية بالأوقاف بالصرف على الجيوش الإسلامية، ومجموعة من الكشوف الحسابية وتذاكر ورسم الهواري وسندات قبض، ومجموعة من وصل دفع للجباة وقسيم وقسائم للبحارة الذين يعملون داخل الميناء. المجموعة النادرة أيضا هي مجموعة من الوثائق تبرعت بها الأميرة عفة ثنيان آل سعود، وتغطي عام 1341 إلى 1357، عددها 20 وثيقة، وهي وثائق أقدمها يعود إلى القرن التاسع الهجري، وتحوي 12 برقية و15 سند. المجموعة النادرة أيضا هي مجموعة من الوثائق العثمانية التي كتبت باللغة التركية، مؤرخة من 1178 هجرية إلى 1370، عددها 9 وثائق. عندما أقول هنا أنها مؤرخة من 1178 لا يعني هذا اتصال التاريخ، وتحوي مجموعة من التعاميم والإحصاءات المتفرقة بأعداد الحجاج، وفيها وصلين وثلاث قصاصات من جرائد. بالنسبة للمجموعة، هناك مجموعة أيضا متفرقة تعود إلى مجموعة إمارة مكة، تحوي مجموعة من الوثائق المصورة، ومجموعة من وهي مجموعة متفرقة من الوثائق عن توزيع وحصر إرث، تغطي التاريخ 1325 هجري إلى 1352 هجري، وعددها 34 وثيقة. هناك مجموعات أيضا قليلة، مجموعة زكي طليمات، وهي تعود تغطي 1967 إلى 1974، وتحوي ثلاث برقيات مختلفة عن وثائق متفردة. بالنسبة للموضوعات التي تغطيها هذه الوثائق، مجموعة وثائق الملك فيصل، وهذه حصل عليها المركز من تركة الملك فيصل رحمه الله، وهي مراسلات بين الإمام عبد الرحمن الفيصل والملك عبد العزيز وأبنائه، وتغطي موضوعات متفرغة منها المعارك والوقائع التاريخية، فهي تغطي إمارة آل رشيد و
الحروب مع آل الرشيد من عام 1329 إلى 1340 وتوليهم إمارة حائل وانتصار الجيوش العسكرية وتحركات الجيوش من أم القلبان والنزول في بقعة ووصول عبد الله بن متعب على رأس سرية والإغارة على أطراف الديرة في عام 1339 وتحرك الجيوش